رشتنا بالميه واخدت لنا سحلتنا انا وحوالي 13 بنت و22 ولد جوه مجلس الشورى. استخرج ضربنا وطعنا. بعد ما ضربنا قالوا انتوا البنات تمشي والصبيان هي اللي هتقعد. عملنا كروتيون حوالين الشباب وقلنا احنا مش هنسيب الشباب، احنا كلنا متاخدين في مكان واحد وفي قضيه واحده. خدونا لفوا بينا من السيده زينب لحد قدور القاهره الجديده. دخلوا الشباب الزنزانه واخدوا منا بطايقنا وكل البيانات بتاعتنا. بعد حوالي ساعه ونص ساعتين واحنا قاعدين يلا اتفضلوا معانا عشان احنا نوديكم اسم تاني. قلنا لهم احنا مش هنمشي من هنا الا لما بقى الشباب كمان يطلع. راحوا ماسكيننا ضاربيننا وسحليننا تاني وركبنا عربيه الترحالات وودونا طريق الصعيد الشرقي في ورا شركه المقاولين العرب. ضربونا تاني برضو ورمونا في الارض وسابونا ومشي. كنتوا 13 واحد من ضمنها رشا حزب، منى سيف، اي سعيد. تابعنا كنا بنكتب على الفيس ونتصل بالتليفونات اللي كانت معانا عشان كنا مكملين تليفونات. احمد دوما جه ومرفت موسى ومجموعه الشباب من المخدمات العسكريه جم اخذونا لان هم كمان كانوا ماشيين ورانا بالعربيه. هم ما عملوش محاضر اساسي يعني احنا خطفونا يعتبر ده كده خطر. الشباب اللي اتعمل لهم المحاضر اما كل 13 بنت ما اتعملهاش محاضر. احنا بس